ساكنين في ولا الطيب وعبيد الساقيه. حنا جينا شرينا سكنه، شريت قطيعه ديال الارض بنيت. المهم السيد اللي باع لي قال لك ما كاين حتى شي حاجه، انا ساليت بالبني، هو بان واحد السيد قال لك عندي قطعه في وسط الطريق. هاد القطعه هذه في وسط الطريق ما فهمتش انا كي داروا، عطاوه ترخيص ديال هاد القطعه، ولقينا حنا السيد الاصلي. يعني هاد السيد هادو عنده ترخيص بعدا؟ عنده ترخيص، شكون عطاه الترخيص ما نعرف. فاش بقينا تنبحثوا وعمقنا في البحث، لقينا بان قطعه ديال سيد واحد اخر، وعنده وراقيه باش شاري من عند مول الارض الاصلي، وخرجوا له فيها طريق في 2012. هاد السيد خرجوا له طريق في 2012. هاد السيد جاء اللي تيدعي بانه هو مول الملك، مول القطعه الارضيه الثاني، رخصها في 2014. شكون رخص له؟ شكون عطاها له؟ ما فهمناش اخاي. دابا من 2014 والناس واقفه له. داروا به شكايه في 2014، داروا به شكايه في 2016، جيت انا سكنت في 2020، درت به شكايه في 2021، ما كاينش اللي تسنط لي، ما كاينش اللي عطاني وقت، ما كاينش اللي هضر معايا، ما كاينش اللي جاوبني. درت شكايه للقائد، اول حاجه شدها مني وما بغاش يسنيها لي. درت شكايه للفايق، لرئيس الجماعه، ما بغاوش يشدوها منا، قال لك ما بقاش، قال لك خرج من يدينا هذا الشيء، دبروا لراسكم معاه. حنا صوبنا لوراقه، دبروا لراسكم معاه. درنا شكايه لاجونس اوربا، عام وهي عندهم، ما ردوش علينا. جبنا عون قضائي. البلان ديال لاجونس اوربا، هذه القطعه هذه، لاجونس اوربا شنو فيها؟ رخصوها له قطعه. لا، واللي من قبل كان من قبل كانت في 2012 كانت جرده، وقطعه مولاها ومولاها خرجوا له فيها طريق. يعني منعوه تم طريق ديال 12، تمولها الاصلي كاين معانا هنا، مازال حي، حي يرزق. بالوريقه ديالو باش شاري من عند مول الارض الاصلي، بالورقه ديال البلان باش دفع الشكايه هو على حساب خرجوا له الطريق، وتيطلب تعويض بالمسائل كلها. باغي باش نضبطوا معاك الامور. نعم. هاد الارض هذه كانت عند واحد السيد في الاول. في الاول. وخرجوا له فيها طريق. وبقدره قادر خداها واحد السيد. خداها واحد اخر. وما بقاتش فيها الطريق. وما بقاتش الطريق وترخصات وترخصات وعطاوها الرخصه وعطاوها البلان وعطاوها كلشي. والسيد مولها الاصلي الاول عنده الوثائق، عنده كلشي. وشكون اللي عطاه لهذا السيد هذا، شكون اللي عطاه حق؟ ما فهمتش اخاي. الله ياخذ الحق. الله ياخذ الحق، هذا الشيء اللي غنقول. هاد المسؤولين اللي عندنا اخاي. هاد المسؤولين اللي عندنا دينا غير في راسهم. عطيت كلمه هذاك الدير التعارض مع 2014. السلام عليكم خويا بخير. اخويا هاد السيد هادو بغى يبنيو لنا الشارع، وحنا في 2014 درنا له تعارض، ودابا راه بغى يبني لنا الشارع هنايا والواد الحار، وني الساكنه كامله مضروره، ما بقاش الطريق يسدي لنا في مره واحده. هاد الناس كاملين، هاد الشيء، هاد الساكنه كامله تقريبا واحد 200 دار ولا 300 دار هنا كدوز، ما عندهمش حتى شي مدخل رئيسي، هنا كيدخلوا. هذا هو المدخل ديالهم هذا. ودرنا كاين الشكايه في تعارض في 2014، كاين تعارض في 2016، ومولا هاد كاين واحد السيد مولا هاد الارض هادي حتى هو مشات له سمح فيها، ودابا هما نايضين يبنيو هادي هاد الشارع هذا. البقعه فيها 100 متر؟ البقعه عنده فيها 40 متر ولا 42 متر، ونايضوا يبني 136 متر. واصلا ما هاد البقعه هادي جات وسط الطريق مشات. هادي طريق هادي، وحنا معارضين له، وحيت كنهضروا معاهم تيقول لنا انتم عشوائيين، وراه ولاد الطيب كامله عشوائيه، ولاد الطيب كامله عشوائيه، ما كاينش واحد اللي عنده تيتر في ولاد الطيب كامله بصفه عامه، ولاد الطيب كامله مبنيه بلا تيتر، بلان بلا تيتر، ما كاينش تيتر في ولاد الطيب كامله. اراضي عرشيه؟ اراضي عرشيه، كلشي، كلشي عرشي في ولاد الطيب، ما كاينش شي واحد يقول لك انا عندي التيتر. وعلاش ما تجينا السلطه؟ اللي يبني لنا في الطريق، ما يمكنناش حنا ماشي يبني لنا. فين بلاصه بعدا حنا دابا؟ فين حنا؟ راه حنا في ولا الطيب. شنو وقع عندكم؟ وقع هنايا الفوضى، بغى يبني لنا في الطريق. ايوا هادشي اللي كاين. والصحافه انت كتشوفها وما جاو، خصهم يحققوا معنا ويشوفوا هادشي. واش هادشي معقول ولا 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 هذيك؟ حشومه على هادشي، حشومه. حنا مضرورين. حنا كاع الحومه كلها مضروره. حنا الا جات غير لابيلانس ما تلقاش فين تحط، احنا مضرورين كاملين، هاد الحومه كلها مضروره. ايوا هادشي اللي غادي نقول لكم. المعنيين بالامر القايد والسلطه والباشا هما اللي يجيو يتدخلوا في هذا المشكل هذا، حنا كيصيفطونا لي جوندارم كيهددونا. راه لا كارطه، راه كدا نديو كنبيتو كنفعلو كنتركو لك. وما حنا ما عندنا لا ضرب ولا جرح ولا حتى حاجه، حنا كنهضروا على حقنا على الشارع اللي يسدوا لنا. حنا كندايرين مسيرة سلمية، كنحتجوا سلميين، ما كنضربوا حتى واحد، ما كنخطيو حتى واحد، ما كنهلو حتى واحد، وهاد الناس هادو كيتسدوا علينا وبغي يسدوا علينا الشارع. اللهم إن هذا منكر.
اه